أنا اسمي أركان مينا، سوري، مقيم في لبنان، وعندي العائلة ديالي متجوز، عندي 3 أولاد 3 وليدات، وعايش وخالق في لبنان وعايش في لبنان، عندي عائلة، عندي كل شيء، والتحقت بباخرة سورية لعبر البواحر، هي بتمشي بالبحر، عالي البحار، وجيت على المغرب وطلعوا علينا الأمارين، وقع المشكل وجيت على الحبس 6 سنوات. لا لا، ولا مرة دخلت الحبس، أول مرة بدخل السجون المغربية. يعني أول حبس؟ أول ممتيف لألي في المغرب. دوزت صعيبة لأنه غربة، تعرف غربة صعيبة، وما عندي أهل هوني بلبنان، والمشاكل بسوريا وباللبنان لأنه كتير، عارف أنت، والتواصل قليل كان بيني وبينهم، والحمد لله الله يسر معي وسال المنتف من 2014 بشهر 10/8 ل 2020 10/8، كون أنا ضربت 6 سنوات وخرجت من السجن خريبقة. كنت ماشي الحال يعني، الله كريم مثل ما بيقولوا، كانوا الضرار يعاونوني بزاف، مغاربة وهذا، ومش الحال يعني، الله سهل معي، ضربت 4 سجون وبخير الحمد لله، خرجت من الحبس، خرجت تعرفت على ناس طيبين وهن عاونوني، وعايش عندهم أنا دابا، هو اللي مستضفنا وأنا عايش عنده دابا بالبرنوسي بحي القدس، بإذن من السلطات المغربية. من حياتي شوية صعيبة لأنه بدي روح شوف الأهل ديالي، لأني عندي الأولاد كبروا كمان 6 سنوات، وعندي الوالدة مريضة بحاجة لألي لأنه كمان، وخرجت من السجن ما عندي ولا ورقة ولا شيء، ما عندي غير ورقة خروج من الحبس، عندي الباسبورات ديالي ما عطوني، والبطاقة الشخصية والهوية السورية والإقامة اللبنانية والسيرتيفيكات الميكانيك ما عطوني ولا شيء، ولا ورقة ولا شيء، ما عندي غير ورقة تثبت أنه أنا خارج من السجن. بطلب أنا من السلطات المغربية، من وكلاء الملك، أن يعاونوني ويساعدوني، أنا بحاجة أروح عند أهلي لأن الوالدة عندي مريضة مسكينة بحاجة لألي. أكيد يعني أنا الناس اللي الله حضيني فيهم ناس طيبين كتير، وأنا عايش عندهم بخير مثل واحد مثل أولادهم، وهن حسوا فينا وحسوا بالشعور ديالي وبالمعيش ديالي، وأنا هلا دابا عندهم، بس أنا كمان بحاجة لأهلي كمان، لأن أمي مريضة مسكينة عندها مرض مزمن وكبيرة بالعمر، وعندي أولادي، وعندي المرأة كمان تركت 6 سنوات بالدار، يعني حالي صعبة شوي كمان عندي بالنسبة لألي أنا، قد ما كان عندي أسرة، أنا ما بدي دل هوني كمان معطر، أنا لا خدمة ولا شيء، وأنا طقلت كتير على الناس، أنا بحاجة لأروح عند أهلي، عند أولادي، على الوطن ديالي. والله خلينا جلالة الملك هو بيحضن السوريين واللبنانيين والفلسطينيين، بيعاونتوا لألهم بالقدس والشعب اللبناني والشعب السوري بتل الزعتر. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. عشت حياة صعبة بس صبر، أكيد شعور صعب بس ما عندك مادي، لأنه تسمع وتقول أنه الله يكون في العون، لأنه كمان أنت حياتك صعبة أكتر من هذيك الحالة، لأنه كمان أنت خارج من السجن معدب أكتر من هذيك الناس، كمان حياة صعبة بالسجون، داخل السجون العذاب. وكمان بطلب من وكلاء الملك بالسيدي موسى بالجديدة باسترجاع المحجوز ديالي اللي حجز ديالي المدير، بحتاج، أكيد بحتاج أنا أخذ المسائل ديالي والأوراق ديالي مشان ارجع لبلادي الوطن ديالي، مشان اشوف اهلي وعائلتي والاسره ديالي. لا لا لا، ابدا ابدا، هذا بس الحبس ال6 سنوات اللي دوسته بحياتي اول مره. بطلب انا من المغاربه، من جميع المغاربه يعاونوني ويساعدوني، كانوا فنانين ولا اي شيء، ولا ممثلين ولا اي شيء بالمغرب، اي واحد كان سوري ولا لبناني ولا مصري ولا اي مواطن يعاونني، انا بحاجه لاني انا ارجع الوطن ديالي، مشان الوالده عندي مريضه كمان عندها عمليه، بحاجة أنا أكون جنبها لأنه مسكينة مريضة بزاف. بطلب منكم تعاونوني ويرجعوا لي المحجوز ديالي، محجوز بسيدي موسى من سناسل اللي قالي من ذهب ونقرة حجز إياها المدير، بدي رد المحجوز والباسبارات، والباسبارات ديالي والبطاقة الشخصية والإقامة اللبنانية والسيرتيفيكات التنزانية ميكانيك، بدل أنه أنا مهندس ميكانيك، أنا خدمتي ميكانيك بأعالي البحار، مش أول باخرة بخدم فيها، خدمت بكتير بواخر معروف يعني، والحمد لله. ما عندي ولا شيء، أنا ما عندي ولا خدمة ولا شيء هوني بالمغرب، أنا يعني الحمد لله هدول الناس اللي عم يطلعوا فيني، هن اللي عم يصرفوا علي حاليا، بس أنا صرت يعني بستحي على حولي أنه بزاف هذا الشيء. بطلب منكم أنا المعاونة وترحيلي من المغرب على الوطن لبنان. حس حياة صعبة وعذاب، تعذبت كتير 6 سنوات اللي زادت صعبة، لأنه أنا محتاج المعاونة، بطلب من جلالة الملك يعاونني والوكلاء الملك والمسؤولين كلها تهوني بالمغرب المساعدة. أنا عايش بالبرنوس بحي القدس بإذن من القيد من السلطات المغربية، معروف أنا وين ساكن، ساكن عند بيت موحي
عبد الكبير موحي هو اللي عاوني. هو اللي عاوني عبد الكبير موحي هو اللي عاوني ودخلني بيته واعتبرني مثل ولد من اولاده. والله خلي لي يا رب هو والجوزه دياله عاونوني منيح. 6 سنوات غربه لانه بتعرف انت لازم اهلي بحوجه لالي وعندي اطفال كبروا لانه وعندي الجوزه ديالي عايشه بوحده ببيت وبيتي كيرا صار وانا دابا لا عندي لا حيله ولا رجعت من الصفر.